هيدا اكسترا بروبلم كمان. اول شي بتكتبوا السؤال وبعدين بنبلش نجاوب عليه. معطينا company produce x article of certain product. The total profit function from producing and selling x articles, يعني ال total profit من وراء انتاج ومبيع x articles معطيني اياه هون, is given by p of x, يعني هيدا بيمثل ال total profit. ال x بدها تكون اكبر او بيساوي 0. ال x ايه قلنا هي شو articles, ماشي, وهي ال x in hundreds, وال P ال profit in thousands of Lebanese lire. أول شي عم بسألني عن ال break even level. ال break even level يعني لما يكون ال profit شو equal to zero. فنحن بنجي بنقول له أول شي هذا ال extra. أول شي أكيد بنحط مثلا صف ال given. عندنا ال profit P of X equal minus 0.7x squared plus 350x minus 28000. x greater than or equal 0. x in hundreds of objects of articles and the p of x in thousands of Lebanese lira. طيب هيدا الجيفن اللي معطيني اياه. اول شي بده break even level part 1. The company achieves break-even level. أمتى؟ Achieves break-even level. أمتى؟ لما the profit equal zero. When the profit equal zero. يعني لما هيدي منحط هاي الإيكويشن equal zero. هيدي الكوادراتيك فوق. الهاي اللي فوق ال P of X هي كوادراتيك عشان فيها أعلى شيء أعلى power هو square. كيف منحلها equal zero؟ على الكالكوليتر بكل بساطة منحلها equal. هون انا رح شغل الكالكوليتر تعالت الى حاسبه. انتو كمان بتشغلوا الكالكوليتر اللي عندكم, تكبسوا مود, مش رح يجي بهالطريقه. يمكن المود اللي بتشوفوا شوفوا الايكويشن واينه, يمكن على الثري او على الفايف, بتكبسوا على زر الايكويشن على رقم الايكويشن وبتفوتوا على, بس تكبسوا على رقم الايكويشن بيجي عندكم شيء اي اكس باور 2 او اي اكس باور 3 حسب. احنا بدنا الاي اكس باور 2 اللي هي كوادراتيك, بس نكبس عليها بيجي عن, لا اله الا الله من اجتنا هيدي, الله مع الصابرين. بيجي عنا هيك A و B و C, منعبيهم. أول وحدة بدي إياها تكون شو minus 0.7, بيرجع 350, بيرجع minus 28000. يعني أول شيء minus 0.7, minus 0.7 بيرجع plus, منحط equal, انتقلت عن تاني وحدة منحطها ل 350 plus 350. بنروح عن تالت وحدة اللي هي minus 28000 equal, حط equal ومنحط equal جديدة, من بيطلع أول root هو 400 وتاني root هو 100. فنكتب x1 equal 400 and x2 equal 100. يعني شو هذا الكلام معناته؟ أن الـ company achieves break even level when it that is when it sells, قديش بدها تكون بيعة 400 times قديش الـ x in, شو اللي أعطاني إياها الـ x in hundreds, 400 times 100 objects or when it sells 400, عفوا 100 times كمان 100 objects. طيب يعني therefore the company achieves break even level when it sells at the 40,000 objects or 10,000 objects. هيدا ال break even level. منيجي لتاني فرع, شو عم بيطلب منا بتاني فرع؟ find the number of articles which maximize the profit, find this maximum. لما نحكي عن maximum profit يعني ما نعمل derivative لل profit ونحله equal لزيرو, وبدي لقي هيدا الماكسيموم شو هو. بكل بساطة نحن بس نلاقي ال x اللي بتعمل لي maximum
بروح بعوضها بالبروفيت بيطلع عندي الماكسيمم بروفيت. اول شيء كيف بدها تطلع هيدي النقطه؟ قلنا بنعمل اول شيء بروفيت الديريفيتيف للبروفيت وبنحله ايكوال لزيرو. يلا هذا البروفيت بي اوف اكس تو مثل ما قلنا كمان تكت بالسؤال، المفروض يكون تكت بين السؤال تو بده نمبر اوف ارتكلز، نمبر اوف ارتكلز اللي بيعملوا ماكسيم بروفيت يعني بيسال عن الاكس لانه الاكس هي النمبر اوف ارتكلز زيها اكس ارتكلز. طيب بدي اعمل ديريفاتيف للبروفيت، شو الديريفاتيف للبي؟ بنبلش ماينس 0.7 اكس سكوير، سكوير بينزل لحد الماينس 0.7 بيصير يعني ماينس 0.7 مضروب ب 2 والاكس بيصير عندها باور 1. كمان الديريفاتيف ل 350x هي شو؟ ليش الخط هيك؟ الديريفاتيف ل 350x هي 350. طيب هيدا مين جواب البي برايم اوف اكس؟ هيدا جواب البي برايم اوف اكس، بنطلع على هيدا البي برايم اوف اكس. عشان يطلع الفاليو اوف اكس اللي بتعمل لي ماكسيمم او مينيمم بدي احل بي برايم اوف اكس ايكوال لزيرو. بي برايم اوف اكس ايكوال لزيرو ايكوفالنت هول ايكوال لزيرو ماينس 0. انا ماينس 0.7 بس اضربها ب 2 بتصير ماينس 1.4 اكس بلس 350 ايكوال لزيرو. بنجيب 350 على تاني ميله بيطلع عنا ماينس 1.4 اكس equal minus 350 يعني x equal minus 350 على 1. على minus 1.4 بيطلع جوابه للأسف عم يلمع عم يلمع الصورة. ماشي 350 جينا عود الدعايات هلا350 divided 1.4 equal 250. طيب هلا هو بده ماكسيموم يعني فيش غيره، فيش عندي الا هاي الفاليو يعني فيش الا هاي اللي بتعمل ماكسيموم بروفيت. هلا الماكسيموم كيف ببين معه؟ اذا كيف ببين اذا ماكسيموم او مينيموم؟ اذا هو مش مسمي لي بده ماكسيموم يعني يمكن يقول لي ماكسيموم اور مينيموم، كيف بدي اعرف اني اي وحده؟ بيجي بعمل تيبل اوف فاريشن، هيدي ال x هيدي b prime وهيدي p. ال values of x اعطاني اياها اكبر من 0 يعني الزيرو بالطالع. طيب الروت لل p prime شو طلعت؟ 250 يعني هون بيكون الدريفاتيف 0. قبل الروت بنحط اشارة قديش طلعت ال p prime، هي ال p prime ماشي قبل الروت لانه هيدي عندها سنجل روت هيدي لانه الباور تعولها 1. فقبل الروت بنحط اشاره اوبوزيت للكوفيشنت اوف اكس، الكوفيشنت اوف اكس هي هيدي ماينس 0.7 تايمز 2 يعني ماينس 1.4. قبل الروت تعولها للبي برايم بنحط اشاره بعكس هيدي يعني بنحط بلس، بعد الروت بنحط سيم. فهون شو راح يكون البي تيبل اوف فاريشن او الفاريشن للبي؟ راح تكون انكريزنج بيرجع ديكريزنج. يعني عندنا تله، هاي التله بتمثل شو؟ الماكسيموم. هيدا الماكسيموم كيف منطلعه؟ هون عنا ماكسيموم كيف منطلعه؟ هو منعوض ال 250 بقلب البي يعني بي اوف 250، وين بعوضها؟ بالبي اللي هو عطاني اياها اللي هي ماينس 0.7 اكس سكوير، محل الاكس بدي احط شو؟ 250. طيب هات لنعوض ان شاء الله ما تجيناش دعاية هلا. ماينس 0.7 تايمز 250 سكوير بلس 350 تايمز 250 ماينس 2800. طلع جوابه على الكالكوليتر 15750. طيب هيدا ال P of 250، هو شو عم بيسأل؟ find the number of articles which maximize the profit، عدد الارتكلز يعطوني ماكسيموم بروفيت منهن قديهن. طلع الاكس 250 يعني شو بيكون النمبر اوف ارتكلز؟ يعني هون بنقول ذا نمبر اوف ارتكلز ذات ماكسمايز ذا بروفيت
is قد ايه 250 ما نضربها بقداش لانه هو قال لي ال articles in hundreds يعني بدي اضربها ب 100 بال equation هي طلعت من ال equation 250 بس احكي اقتصاديا بدي اضربها بال unit تعولتها times 100 يعني 25000 objects. طيب this maximum هو عم بيسألني كمان find this maximum. This maximum قداش طلع is هي 15750 بس هي هيدي جواب مين؟ جواب لبروفيت والبروفيت ان شو؟ البروفيت ان thousands يعني يضربها ب 1000 times 1000 بيطلع جوابها 15750000 لبنانيس ليرة. هيدا الماكسيموم بروفيت بهيدي الصورة عم نشتغلها. طيب فإذا مسي قال لي طلع لي ماكسيم بروفيت أو مينيموم بروفيت بعمل ديريفاتيف للبي بيعمل بي برايم وبيجي بحلها ايكوال زيرو. الجواب اللي بيطلع معي بيكون هو الفاليو اوف اكس اللي بتعمل لي ماكسيموم او مينيموم بروفيت. طيب قديش هيدا الماكسيموم بروفيت او المينيموم بروفيت؟ هون طلع عنا ماكسيموم ونطالع على جهاز لين طلع عندي ماكسيموم. قديش هيدا الماكسيموم؟ هو 15750. كيف منجيبه؟ منعوض الفاليو اللي فوق بقلب الفانكشن للبي بيطلع معنا هذا الماكسيموم. حاولوا تحلوه مرة تانية لهذا السؤال. بعد في فرع اللي هو عم يقلنا sketch the graph of p. نصم من graph of p يعني بدها تجي حسب table of variation اللي نحنا عملنا بدها تجي طالعة رجع نازلة. طيب شوف اذا في نرسمه عم صغر هون اكيد طبعا هون من الزيرو بالرايح الاكس اكبر من زيرو قال. طيب لما تكون الاكس 250 بيكون عندنا ماكسيموم بس هون هيدي 250 بيكون عندنا ماكسيموم. هيدا الماكسيموم هو قديش؟ هاي النقطة بتكون مثلا 15750 15750. يعني انتو بتاخدوا مثلا تحت فيكن تاخدوا اليونتس 100 100 يعني 100 200 300 400. فوق فيكن تاخدوا بالنسبة للواي بما انه هي طلع 15000 فيكن تاخدوا مثلا اذا بدكن 3000 3000 او 4000 او 1000 1000 بس بصير بدكن 15 مربع و 16 مربع لفوق فيكن تاخدوا 2000 2000 كمان منيح على 2000 2000. طيب بيجي بعمل هون عنا ماكسيموم يعني عنا تلي مش هيك؟ طيب عشان اعرف اني كمان وين بدها تقطع بدي اعوض الاكس زيرو لما تكون الاكس زيرو شو بتكون الواي. لما ناخذ particular points هون when x equal zero هيدي لازم نعرفها هون. هات لنعوض x equal zero بقلب ال p. اذا حطينا محل ال p محل ال x equal zero بتروح هيدي وهيدي بضل عندي ناقص 28000. يعني نبلش من تحت لما x equal zero ناقص 28000 يعني بشي مطرحة تحت هون. مهم يعني هبلش من تحت وتطلع تقطع الاكس اكسس. وين تقطع الاكس اكسس؟ هاي نقطة قطعة الاكس اكسس هي مطرح ما البي ايكوال زيرو. نحن حلينا قبل بي ايكوال زيرو. بي ايكوال زيرو شو طلعت معنا؟ 400 و100 تقطع بالهندرد ساحت 250 هاي دي هندرد لنقول وبالاربعمية بعدين لنقول هون. فهي رح تكون طالعة من تحت. شوف القلم تاني في رح تكون طالعة من تحت من هون مثلا عند 28000 تضرب بالتن وتنزل لعند ال 400 هيك لتحت. هاي بيكون رسمة شو؟ البروفيت. طيب هيدي البي. فإذا انقطعت بال 100 وال 400 قبل الـ يعني بين ال 0 وال 100 كان عنا loss البروفيت جاي تحت الاكس اكسس وكمان بعد ال 400 بيكون عنا loss. عنا maximum profit وين؟ لما تكون الاكس equal 200 هيدا الماكسيموم هو 15750. هيك بنكون حلينا كل شيء بهيدا الكويستشن. بتمنى تعيدوه مرة تانية ويعطيكم العافية. طيب